تلقيت سعود ديال البشر كلشي تيخبط. سعود البشر سعود ديال كلشي تيخبط يطيحوني كلشي تيشف كلشي تيشفو كلشي تيشفو تيقول لهم قتلوه هو خو تيقول لهم قتلوه وديتو في جيبي بحالكم تيقول لهم ديه ديالو وتيقول لهم انا ديتو في جيبي مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في اهلا وسهلا بكم بكل امانه جيت اليوم كنا نجي الساعه 8 نجيو في شي وقيته افضل لكن جينا في وقيته اللي عثمان يعني تضرب تعدوا عليه ومشى ليه رزقه يعني بكل امانه ما قالت الي الاوضاع انا كيفاش انك تمشي تكري قهوه وتخدم وتخدم فيها ناس وضربت تمارة في آخر المطاف تخبر على مصالحك الشخصية تتقضيها تترجع للقهوة ديالك تتلقى اللي كاري لك مجري على الخدامة خوالك القهوة رزقك الداه في آخر المطاف يشدك ويضربك أمام أعين مفوت قضاء ما قالت إلي الأوضاع تهدر في الخاطر فينا هي الروح ديال الاخوه اللي بيناتنا حنا قبل ما نكونوا مع كي دايرين حنا تنبقاو مسلمين مغاربه بعضياتنا خوت علاش نوصل لهذا الشيء عثمان عنده وليد وانا في قلب دارو وليد صغير كان كيلعب دابا حدايا ضربه في الراس ضربه خطيره تضرب في الرجل تضرب في اليد ضربه اللي كانت تقدر انها ماشي غير تفقد الوعي يقدر انه يموت انه توقع عليه شي حاجه يوقع عليه شي نزيف داخلي قدر الله لا قدر الله لكن للاسف ما قالت الي الاوضاع ولا تخلينا اننا نجلسوا مع راسنا ونطرحوا عدد من الاسئله علاش هادشي علاش ان طمع الدنيا تخلينا على اننا ننتزعوا الانسانيه ديالنا من قلوبنا لكن لهذا البيت رب يحميه كاين القانون في البلاد كاين رجال الامن مشكورين وحق الرد مكفول للجميع بقوه القانون ضباطا لاخلاقيات مهنه الصحافه لكن قناه الشعب دائما مع المطلوب خويا عثمان مرحبا بك نكونوا في الفضور في افضل شنو خويا كشكري واحد القهوه كنشكريها وكنمشي نقضي شي امور ديالي وخليت كريتي خدام كريتي في 2023 كريتي تخدم على راسك انت دائما تكري قهوات كدا تقاتل على راسك تقاتل على راسي داير القهوه هكا خدام بها داير الخدامه خدامين معايا الناس صافي مشيت نقضي انا واحد الامور ديالي دازت واحد المده حتى نجي تنتصدم في القهوه بان داكشي منا مهزوز مسدوده مشيت جبت معايا مفوض قضائي باش نحل القهوة ديالي وصلت نوصل باش نحل القهوة ديالي حليتها أمام المفوض كل شيء الناس ما كاين حاضرة حتى نتعرض للضرب قبل ما تعرض للضرب حليتي القهوة لقيتي فيها شي كراسة لقيتي فيها شي لا لقيت داكشي كامل مهزوز لقيت كلشي كلشي مهزوز لقيت كلشي مهزوز من تما كاينة مشيت لعند رجال الأمن قبل ما ديك الساعه هجموا عليك ولا تمشي حتى رجال الامن رجعتي مشيت عند رجال الامن خبرتهم بان راه القهوه راه عندي راه كلشي مجموع منا قالوا لي راه خاصك تمشي دير شكايه عند وكيل الملك نعم ومن خاصك تما هضروا معايا مزيان هضروا معايا اللي كاين قال لي خاصك تمشي دير شكايه عند وكيل الملك باش يخبرنا وغادي نمشيو اكيد على طريق القانون رجع لي ترجع لتما كاينه مع تلحق تلقى السيد اللي هو الكاري من عندهم مول المحل ضربني هو شان شوية شان ندور الكيت لقيت سعود ديال البشر كل شيء تيخبط سعود البشر سعود ديال كل شيء تيخبط كان معك المفوض ولا كان المفوض ديك الساعة تما كاينة كانوا الدراري اللي شاهدين ونزيدك اخويا تصور حتى ان مني
مفوض قضائي شافهم جايين هرب 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 تم غادي هرب توصلوا عليا كلشي تيخبط كلشي تيضرب مفوض هرب تشاو ديال الناس فين غيوقف تشاو ديال الناس جاي فين غيوقف اش غيعرفوا هو راه مفوض ولا قدو يغلطوا فيه تاهو اللهم يحمي راسو هرب وضروري انه ما غادي هرب جالس يخبط كلشي تيضرب ما حنوش فيه لا والو كاينين الكاميرات ديال لا فيزيت تكنيك اللي هي ديالو اللي جي الطريق ديال لاباس الطريق ديال لاباس تما كاينه صافي بقاو تيخبطوا كاملين ضربوك مشيت للكوميساريه عند البوليس دخلت هكاك بهاد الحاله هادي ضربوك ضرب عادي ولا طيحوك طيحوني كلشي تيشف كلشي تيشفو كلشي تيشفو تيقول لهم قتلوه شكون تيقول لهم قتلوه هو خو تيقول لهم قتلوه وديتو في جيبي حاكم تقول لهم الديه ديالو تقول لهم انا ديتو في جيبي الى غير الروح الانسان بحالك ولات ماديه ديتو في جيبي تقول لهم انا الديه ديالو في جيبي ما تخافوا من حتى شي حاجه وما كاينش اللي غادي يوصلكم لا امن لا حتى شي حاجه ولكن حنا تنثيقوا السي الحموشي تنثيقوا في رجال الامن تنبغيش دير لي معاه انت شغل العصابه ما بغيتش ندير معاه لحقاش انايا صافي لحقاش عندي واحد الدري اللي انا دابا غادي نطلع فيه عندي وليد غادي نطلع فيه ما بغيتش نتعايش معاه انك بحال داكشي اللي عاشو ملي جنوصل للكوميسارية طايح هكاك شافوني البوليس هكاك بدوك الضرابي وكلشي قال لي شنو شنو شويه جابوه البوليس دخلوه هو وخوه جيت تيغوت في الكوميسارية وتيعاير وتيعسب تيغوت من سال خاك وتيغوت تيغوت في الكوميسارية وتيخبط عليهم تما كاينة مني الدراري ديال البوليس شدوه دخلوه جلسوه تما كاينة قلت يقولوا له ما تغوتش راه الكوميساريه هذه ما تسبش ما هذه ما هذه بزاف ديال الحوايج عليها حرمه قال لي ما تعايرش قال لي موت انا مضروب يلا بقى جالس لهم تما كاين عيطوا لي انا على لافيلانس جات لافيلانس قال لهم انا غنطلع في لافيلانس يلا انا غادي نمشي للسبيطار مشيت للسبيطار انا بقيت تما كاين تشدني الدوخه في راسي كثرت داك الضرب رحت تدخل مشينا كرام الله الا بامانه انا تنهضر معاه كيسها راه انا تنقولها لك دابا على المباشر و يعني امام المشاهدين خاصك تمشي تقول ان الضربه في الراس اللي كنتي تدور الكاميرا مازال مبينوها ليكم الضربه في الراس راه خايبه اخويا اتونسيون راه تقدر توقع لك بيليبسي الله يستر تقدر توقع لك شي حاجه فتبع وقلب لان تنهضر ما قبيله تيسها نسيت تيسها حتى انايا واحد الوقيته تنقول ما من تنهضر واحد تيسها لا راه تنجلس بحال تنحس بالدم بحال تي بحال تيتمشى بحال هابط ملي تندير هكا ما تلقى والو بحال داك الشيء من الداخل يلا تلقى كثر داك الضرب كاملين تيخبطوا شي بالزراوات شي نقول لك عينيك هنايا الضرب كامل طايح في الارض كلشي تيخبط شوف ولو غير عباد الله تيفكوا وهذا كانت بينك وبين ود كان بينك وبين كانت بيني وبينه صداقه حتى لهاد الدرجه كانت بيني وبينه صداقه كانت بيني وبينه صحبه كانت صداقه كان بحال خويا تقول وطلع منه الغدر لا حول ولا قوة طلع منه هكا هادشي هذا الغدر وكلشي بقى فيك الحال حسيت متأثر ورا بقى فيك الحال ضروري ضروري غيبقى فيك الحال كيفاش يقول واحد ديتو ملي شي غدرت واحد بحال خوك ويبقى يقول لك مشيت تتخبط ويجي هو خوك ويبقى يقول لك الدية ديالو عندي حيت هو كيتعنى بالأموال اللي عنده تيتعنى بالأموال تيقول لك أنايا بالفلوس ديالي أنا قادر ندير ما بغيت في البلاد شوف أخويا ولكن حنا تنثيقوا في الملك تنثيقوا في سيدنا وتنثيقوا في السي الحموشي شوف اليوم برلمانيين كانوا يا ربي تكون يهضر مع شي برلمانيين راه هما في الحبس رؤساء فرق وبرلمانيين ومسؤولين وكذا فينا هما راه في عكاشه راه في العرجات اسمع حنا دوله الحق والقانون حنا داكشي اي واحد قدام القضاء المغربي النزيه ولا قدام رجال الامن المشكوره اللي كيقوموا بمجهودات كبيره حنا كاسنا المشط حنا تايقين في القضاء وتايقين في السي الحموشي لحقاش نشوفوا ناس كبار كانوا في البلاد وراهم داروا فالطات وراهم ما تعتقلوا اما السيد هذا تيقول لك انا قادر نشري اي حاجه ولكن حنا تايقين في القضاء وتايقين في التليفونات الساله ودابا تايقين حنا في هاد الناس هادو تاد لي جون اللي ولاو في القضاء وهادشي اللي ولا ولينا نشوفوا داك الشيء اللي كنا تنسمعوا شحال هادي ما بقاش لا خوتي المغاربه الا كاين شي وحدين عندهم شي عقليه قديمه عرفتي ديك العقليه ديال التليفون غنقضي الغراض هذيك العقليه راه ما بقاتش حنا عهد جديد اليوم راه 30 برلماني متابع عده رؤساء جماعات موقوفين عهد جديد السلام عليكم ديك العقليه القديمه ما بقيناش نشوفوها برلمان بني من الله راه هو معتقل باش نكونوا واضحين
ديك العقليه اللي كيجي شي واحد تيبقى يكذب على راسو على انه راه شوف الا طحتي في المسطره راه ما يعقل عليك حتى شي واحد يطبق القانون. انك باش تشد شخص وتبدا تشف عليه وتضربو حتى لهاد الدرجه ودابا تكتشف على انك التصديق ديالو وحق الرد مكفول، ولكن راه منطقيا اخلاقيا انسانيا ما يمكنش. انا شفت ولدو تيلعب بدون تطارد مثلا كون مات، واقعه ديال السهب القايد القديم اللي كاين هنايا فاش جوج خوت شدو ضربو راه هما مساكن حتى هما تيعانيو. دابا ما صورش مع العائله ديالو والمراه ديالو مسكينه تتبكي وتتعاني وبقات فيا رغم انه يعني قتل داك الشاب. يعني المنطق ديال انني انا عندي التليفونات عندي كذا داكشي ما بقاش. دوك نفترض دابا كنت ضرب الراس ايموراجي مات مشى مات فين توصلوا كيفاش ديتو مع انا نسال مع اخوتي المغاربه لان هادشي خصنا نطرحوه. كاين اللي هذا البيت رب يحميه كنا رجال الحموشي راه ما تينعسوش سلا كي كانت كيولات باش نكون واقعيين. باجي واحد يقول لك تليفونات الو ولا كذا عهد قد ولا اقولها بكل بملء فمي وافتخر داك الشيء اللي كان شحال هادي راه ما بقاش. كتدخل الكوميساريه راه بحالك بحال اي مواطن ولا تبتات عليك راه ما يزقلوكش. فهاد العقليه نحاولوا نغيروها او باش تشف على واش حنا في غابه واش ما انت كتشف عليه ما فكرتيش في داك ولدو الصغير انا شفتو تيلعب لو كنت نوريكم اللعاب ديالو تيلعب ما فكرتيش ان تيتم داك الولد. للاسف الشديد مالت الى الاوضاع ديال شي بعضين كيديروا شويه الفلوس تيحسبوا راسهم راه ملكوا الدنيا وكينساو على ان لهذا البيت ربنا يحميه. تيهضر مع خوه قال له سير مسح الكاميرات هادي في لومبيلونس حيت خوه كان معتقل معانا ولاو خارجين بجوج قال له غير سير قال له انا صافي راه كلشي غادي نقادو. قال له الديه ديالو راه كاينه في الجيب ديالي في لومبيلونس. انت تسمع جالس حداه كنسمع. قال لي انا ما غادي نصور والو. قال له غنوصلو. قال له انا غادي نمشي وغادي نقاد هذاك الشيء. قال له هذا غنصيفطو للحبس. قال له نوصلو للمحكمه وغنصيفطو للحبس غنخليه تما كاينه ياهو. قال له ولو يموت ما غيصور حتى شي حاجه يلا عنده صورت في الحبس في يديه. وليت يقول لهم انا عندي وانا عندي لا فيزيت وانا عندي 30 خدام وانا عندي هادي. بقى تيهضر تيدير تيشكل عليهم تما كاينه والبوليس يقول له ما تغوتش وتينهض فيهم وتيغوت تما كاينه. الا كاينين الكاميرات ديال ديك الكوميساريه راه غيرجعوهم وغيشوفوا كلشي. ولكن السلطه راه دخلاته وحطاته تما كاينه وولات يدير لهم شي موت حمار تما. حسيت بالحكرة ولكن الحكرة حاجة البلاد حنا تثقين فيها بالقضاء وبالقانون وبسيدنا كما أن تصرح على الدستور وعلى كل شيء أنها بلاد ديال القانون وعارفين بلاد ديال القانون. ولكن هاد الناس هادو تقولك بأن حنا هاد البلاد بلاد الفلوس حنا غنشريو أي حاجة تنشريوها بالفلوس. وأنا دابا ما حدي أنني دابا تايق في الحموشي وتايقين في القانون وتايقين في القضاء أكيد. وفي السلطات أكيد تايقين فيهم. انا دابا باقي تايق في هذه البلاد. حنا تايقين في سيدنا الله يشافيه والله يطول. المفوض القضائي كان حاضر فاش كنتي كتضرب؟ حاضر المفوض كان المفوض بقيتي تشوف بقيتي تشوف حيت مسكين ما عنده كيدير الدخل. ما عنده مسكين كي غيدير الدخل عنده السلطه بجانب اكيد. هو ما عنده كيدير الدخل انك روا لو تكون عندك السلطه وخا يكون رجل امن ما عنده كي غيدير الدخل. ملي غادي يشوف تسعود ديال الخلق وكله في الزراوط وفي الجعاب كي غايدير الدخل؟ الزراوط والجعاب كلشي تيخبط كي غايدير الدخل؟ علاش انا تنقول للسلطات هذا ماشي شي صحه ديال الزراوط؟ علاش انا قلت لرجال الامن تما كاينه في الكوميساريه تنقول لهم راه غادي يمسح راه غادي يمشي يمسح الكاميرات ديال لا فيزيت تكنيك اللي في الطريق ديال لاباز قلت لهم راه غادي يمسحها باش يمشيو ويوقفوا داك الشيء باش يدخلوا ويرجعوا الديسك دو ويشوفوا شحال من واحد اللي تيخبط. غادي نشوفوا الشعب ما فهمش قال لك ما يدبزوا ما اركول ايوا هادشي اللي عطى الله هادشي هو اللي عطى الله الحبيب. بقى فيك الحال وضروري ما غادي يبقى فيك الحال لحقاش تشوف راسك كان صاحبه كان صاحبي كنت تايق فيه. ملي كنت تنجي تنهضر معاه تنقول له على العقد تيقول لي غدا بعدو غدا بعدو غدا بعدو هو راه تينسي فيه. ملي جيت تشوف تلقى راسك انت راك كريتي وحطيت
عطيتي رزقك وعطيتي كل شيء، ما عندكش بديل، ما عندكش البديل، تولي غادي لي على حساب عقله. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا تنكتشف انه بان هذيك الدار ماشي ملك. قال لي راه ما يمكنش ليا انني غادي نمشي وندير معاك عقد. علاش؟ قال لك ان هذه الجموع الدار عندي ماشي ملك، ارض الدوله. وعلاش نهار الاول يقولها لك صاحبك؟ ورا الغدر بقى فيك الحال. ورا يبقى فيك الحال ضروري. حسيتي بالحقره؟ ورا الحقره هذه شي حاجه كفوق من الحقره. يقول لك مول النيه، مول النيه تلاقى وما تلاقاش مع مول. ماشي عندوش النيه. اللي ما عندوش النيه راه فريمون حيت بحالك بحال شبح الماكر كتحس بها بحال الحقره بحال الشمشه، وان عاد تيدعي تيقول لك انا عندي الاموال. جمعتي الفلوس ضربتي تمر باش تكري قهوه وتخدم بها. قال لك انا عندي الفلوس انا عندي هذه، حتى واحد ما يصور مني شي حاجه. بحالك تيقول ما يصور حتى شي واحد. حتى واحد ما يصور. هو ان عنده ديك القضيه ديال الفكره في عقله ديال انني عندي الفلوس ما على باليش بالبشر. فاش ضربتي ولدك شافك مضروب الوليد صغير شاف عمرو الوليد؟ الوليد عنده دابا طالع في 3 سنين. فاش شافك؟ فاش شافني هكاك شو لي ماك بابا فيك ديدي ماك فيك ديدي. قلت له لا غيطحش قلت له غيطحش اش ممكنش تقدر تزاور ضروري ما غادي يبقى فيك الحال ضروري ما غادي يبقى فيك الحال ملي تشوف تسعود الواحد تيخبطو فيك راه ضروري ما غيبقى فيك الحال وعاد تشوف انه وصلتي للكوميساريه وشافوا الحاله ديالك وشافوه هو كيفاش جايبينه غادي كيتمشى شويه ولي تقول لهم حتى انا غادي نطلع للافينونس يلا وانك بحال واثق من نفسه حيت مع السلطات يغوت وطلع من صارم حد ولكن الدراري ديال البوليس كانوا في المستوى ما عندهم ما غيديروا معاه الدائره هنايا الدراري دراوش الدائره ديالك ديال العيادة الدراري دراوش ما متبعين غير الاقوال غير الاقوال هما اللي متبعينهم رسالة ديالك حنا عندنا الثقة في رجال الأمن باش نكونوا واضحين رسالة تحية رجال الأمن ديال العيادة وأي منطقة هنا سلاو رجال الأمن ديال المديرية العامة للأمن الوطني هنا بمدينة سلا تحية لكم عالية من قناة شرق قناة شوف تيفي على ما تقدمونه من عمل جبار خدمة للوطن والمواطن رسالتك في الأخير رسالة ديالي في الأخير حنا شايقين في رجال الأمن وشايقين في السلاح موشي وشايقين في القادة ديالي ما غنتنازلش وشايقين في الملك ديالنا ملك البلاد وحنا راه كبرنا في هذه العيادة ووسط هذا البوليس ديال العيادة ما عمرنا أننا سمعنا أن العيادة كتشرى تنشوفوا الدراري ديال الأمن خدامين ديريكت غاديين نيشان شادين ديباط ديالهم كل شيء وراه تبارك الله راه منقاو أكيد السلا ديال شحال هذه ماشي هي ديال دابا راه إلا طلعتي غير لشارع بن هيثم راه تلقى الناس ديال الأمن راه تيخدموا الليل والنهار أكيد راه منهم شافت لي بي جي منهم السلطات منهم الدراري اللي تيخرجوا للزنقة بالليل ديال الأمن وعاد الدراري ديال البيروات اللي تيسهروا أكيد على المشاكل ديال الناس وعلى بزاف ديال الحوايج وحنا راه تايقين فيهم هما هو تيقول بأنني أنايا غادي نقدر نشري ديتك تايقتي انا في السلطات الامنيه ديالنا اكيد تخلي حقك ان شاء الله وغنصور معك وانت مخوض لك حقك ان شاء الله انا داكشي اللي بغيت انا لحقتش انا تايق السلطات ديالنا تحيه لك ديال العيايده تايق فيهم كاملين حيت عارف هاد الناس هادو ما تيتشراوش وكانوا تيتشراو كنت تشراو الناس اخرين وبزاف ديال العادين ما قل ودل رساله واضحه للاخ عثمان حتى شي واحد ما فوق القانون وعندنا الثقه في رجال الامن وايضا في القضاء المغربي النزيه على امل اللقاء بكم في لقاء او حوار صحفي اخر ما عليا نقول لكم الا السلام الله عليكم.